عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز العبدي، كدايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ نتمنى نلقاكم الصحة الجيدة وفي أحسن الأحوال، وكنشكر جميع المتتبعين من أرض الوطن وخارج الأرض الوطن اللي تفاعلوا معايا في هذه القناة الثانية اللي فتحت. الله يجازيكم بخير والله يكبر بكم والله يكثر خيركم، وكنشكركم بزاف بزاف. وكيف ديما العبدي جا وجاب. اليوم جيت باش نشارك معكم طاجين عبدي مسفيوي حر ببوزروق واللفت المحفور على الطريقه ديال ناس عبده، ونتمنى هنا الاعجاب ديالكم يكون عند حسن الظن ديال المتتبعين والمتتبعات الكرام. وتابعونا ان شاء الله، وما تبخلوش علينا بالبارطاج وباللايكات وبالاشتراك في القناه. الله يكثر خيركم وغنتمنى معنا ان شاء الله. بالنسبه للمكونات، ها هو عندنا بوزروق، كيلو ديال البوزروق مغسول منقي موجود كيف ما كتشاهدوا، حاجتنا في القزبر والمعدنوس، حاجتنا في المعجون الطماطم، شويه ديال السودانيه. بالنسبه لهنا البابريكا او تحميره، الابزار، سكنجبير، القزبر حبوب يابس مطحون، شويه الخرقوم عرق. بالنسبه لهذه ورقه سيدنا موسى، اللفت المحفور هو هذا، العطريه ديال الحوت، البصله مشلضه، وبطبيعه ثلاثه الكركوبات ديال المطيشه محكوكين، وحاجتنا في الزيت البلديه، ودروز ديال الثوم، وفلفله حاره، وواحد الطرف ديال الحام بلدي، والملح حسب الذوق، والكمون. هادو هما المكونات اللي حاجتنا بهم اليوم، وكنتمنوا الفيديو ديال اليوم من الاعجاب ديالكم يكون عند حسن الظن. ودابا على بركه الله باش ندوزو نطيبوا التشرميله ديال البوزروك. دابا باش غادي نديرو مطيشه، بسم الله، والبصله يتشحروا مع بعضياتهم. اللي بغى يدير البصله هي الاولى يديرها، انا بغيت المطيشه والبصله يتشحروا باش هذاك الماء اللي في المطيشه يتشرب. حاجتي بمطيشه معلكه، لاصوص ديال المطيشه يكون معلك. هنا باش غادي نزيدو واحد تقريبا نص كاس ديال زيت الزيتون، بالنسبة للعطرية هي هذه كيف ما شفتوا. حاجتي عندي عاشق مع عمراش ديال السكنجبير، عاشق مع عمراش ديال تقريبا غير نص عاشق ديال الابزار، عاشق ديال القزبر يابس، وعاشق ديال الخرقوم عرق او الكركم. هنا باش غادي نزيد واحد شوية السودانية، وريقات ديال ورقة سيدنا موسى او الغار او الرمد كيفاش كنسموه، كل واحد كيفاش كيسميه. وبالنسبه للعطريه ديال الحوت هي هذه، هاي عندي درت تقريبا عاشق ديال القهوه ديال العطريه. نمزجوا هاد المكونات، نخلو الطاجين ديالنا يتقلى ونرجعو ليه. هنا دابا باش غادي ناخدو القزبر والمعدنوس ديالنا، غادي نديرو في المهراز وندقو مع التومة وشوية ديال الملح. أنا شتوني باقي ما درتش الملح في الطاجين، بغيت نطحنها مع داك الربيع. الكمون ما كنديروش في الاول، بالنسبه للكمون كنديرو حتى نقرب نقدم الطبق، لان الكمون الى تحرك كيعطي واحد المروره كيف ما كتشاهدوا. انا غندق الربيع ونرجع معكم. انا كملت الربيع في الدقان كيف ما كتشاهدوا. بالنسبه للربيع والثومه ملي كيدق كيعطي واحد المذاق رائع والله العظيم، حتى في النصيب العادي ديال الجميله او الكوكو او الطاجين
الطاجين حنا رجعنا ليه فيه تحلى. دابا باش غادي نزيدوه الربيع، بهذا الشكل نحاول نشلل المهراز بواحد شويه ديال الماء تقريبا شي نص كاس ونفرغوه. هنا نخلط كلشي، نقص عليه البوطه. الطاجين ديال الطين بالنسبه ليه هنا سخن نقصوا عليه البوطه لانه هو كيعطي الحراره من عنده. هنا دابا هاد مطيش الحك اللي عندي نزيد عليها واحد شويه الماء تاهي باش نطلقها بهذا الشكل. هاد الماء كيعاونها باش تطلق، ما تجيش ملصقه في الطاجين وما تحرقش. دابا باش غنضيفو حتى هي الطاجين ديالنا، نحاولوا نمزجوا المكونات كامله. بهذا الشكل هذه هي لاصوص ديال الطاجين تبوز دروك باللفت. البصله انا غير شلطتها لان عندي درت بصله خضريه، ما درتش بصله كركوبه. علاش ما طحنت ما حكيتهاش بالحكاكه؟ لان دغيا كطيح، ودرتها مع مطيشه لان حتى هي دغيا كطيح، ماشي بحال البصله العاديه كركوبه الملاليه او الفاسيه كتبقى شويه واقفه. بالنسبه للبصله الخضريه دغيا كذوب. نخلو الطاجين يتبلى ونرجعو ليه. هنا بالنسبه اللي بغى يدير الكبار راني نديرو في القراعي والزيتون مرحبا يديرو، ولكن ما يديرش اللفت المحفور. انا اليوم بغيت نديرو غير باللفت المحفور على الطريقه المستويه القديمه. الطاجين هانتوما كيف ما كتشاهدوا هو تقلى تعلك. الملح راه كنقول لكم دائما حسب الذوق، انا راني مدرتش الملح في الاول، درتها مع الربيع والثومه ملي طحنتهم في المهراز او دقيتهم في المهراز. شوفوا لاصوص دابا ما بقى ليا غير نمرق، غنزيد تقريبا واحد نص كاس الكاس الماروب ديال الماء فاش يطيب داك اللفت المحفور. هنا بالنسبه للفت المحفور كيف ما كتشاهدوا هو هذا، انا خديت الحجم الصغير ضروري ما يكون داك الرقيوق لان اللفت المحفور الغليظ ديال الكسكسو هو هذا. انا قطعته بهذا الشكل وخويت خليته في شويه ديال الماء والملح باش ما يزرقش ما يتبدلش في اللون ديالو كيف ما كتشاهدوا هو هذا. وبالنسبه للبوزروق هو هذا غني عن التعريف، راه معروف بوزروق. هنا بعد ما ضفت واحد كاس لاروب ديال الماء كيف ما كتشاهدوا هاني زدت بوزروب ديالنا عفوا اللفت المحفور لقاتني ع بوزروب باطي عليا غير انت يطيب والله العظيم. عطي راه واحد المذاق كيعطي هاد اللفت المحفور رائع، جربوه وردوا عليا الاخبار في التعاليق. دابا نسدو على اللفت المحفور بلا مطاب ونزيدوه بوزروق. بوزروق راه ما كاينش فيها لانه مغسول ومنقي مصوب. نتمنوا الطريقه ديال بوزروق باللفت المحفور على الطريقه النسفيويه ديال الناس عبده تنال الاعجاب ديال جميع المتتبعين والمتتبعات الكرام ارض الوطن وخارج الارض الوطن. والله يجزيكم بخير دائما على التفاعل على الكومنتات وعلى الكلمه الطيبه وعلى الوقفه ديالكم اللي وقفتوا معايا، الله يكثر خيركم والله يكبر بكم. دابا بعد ما رمينا اللفت المحفور نخلوه يطيب لان ما كياخذش الوقت بزاف. بالنسبه للفت المحفور فتي
تقريبا واحد ربع ساعة، وانا غادي نرجع باش نكمل المرحلة الأخيرة، وهي باش نرد بوزروب يطيب. هنا دابا باش غادي نشوف الطاجين ديالنا. تبارك الله وسط عندي، شوفوا كيفاش جا معلك. اللفت محفورة هو طاب. دابا باش غادي نضيفو عليه البوزروب. هذا هو بوزروب، بسم الله. نحاولوا ندخلوا فيها ديك الإقامة. الظهر عود والله كبار باش يجي مع وقيت الغداء قد قد. الا شفتوا الطاجين وكح شويه من البلول وبغيتوا يعني المريقه تكون شويه مطلوقه، ما فيها باس الا زدتوا واحد شويه ديال المش سكاس اخر. هنا باش غادي ندير هاد الماطيشه سويز كيف ما كتشاهدوا. التزيين هنا غادي ندير هاد فلفله حمراء وخضراء. هنا باش غادي نزيد وريقات ديال الغار او سيدنا موسى كيف ما كتشاهدوا، لان اي نوع من السمك كيجي معاه ورقه سيدنا موسى. وهنا غادي نضيف واحد الشريحه من الحامض للتزيين فقط، وانتم لكم الاختيار. المهم الطريقه ديال بوزروك باللفت المحفور هي هذه، والتزيين كيبقى اختياري. قلت لكم اللي بغى يديروا باللفت المحفور يديروا، واللي بغى يديروا بالزيتون والكبار يديروا، اللي بغى يديروا غير بمطيشه ولا صوص يديروا عادي، كيبقى لكم اختيار. بالنسبه للكمون حتى الطبق التقديم يعني حتى لاخر مرحله يعني غنبغي نطفي عليه عاد غنرشوا بالكمون من الفوق باش تبقى ديك النكهه ديال الكمون حيه ما تموتش. هذا هو اللي كاين. ودابا ما بقى لينا غير نقول لكم مرحبا بكم معنا في طبق التقديم ان شاء الله. وها الطاجين ديالنا طاب كيف ما كتشاهدوا المتسبعين المتسبعات الكرام من ارض الوطن وخارج ارض الوطن. طاجين بوزروق باللفت المحفور، نتمنوا ينال الاعجاب ديالكم، يكون عند حسن الظن ديال المتسبعات والمتسبعين. وما تنساوش البارطاج واللايك باش دائما تفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. هذا هو الطاجين ديالنا كيف ما كتشاهدوا. حنا طيبناه دابا في الدار ولكن غندوه للطبيعه وناكلوه. ومرحبا بكم ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، والله يجازيكم بخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع فيديو جديد إن شاء الله.